في أعماق مدينة عمان، أسواق لا تخطر على البال. هنا تجد ساعة وحذاء وملابس وأواني وغيرها، وعند نفس البائع تجمع البضائع من النفايات في أحيان كثيرة، وبالأخص من المناطق الأكثر ثراء في عمان أو من باعة الخردة، وتجلب إلى هذا السوق لتباع بأسعار تناسب الجميع وتكون في متناول اليد. والله لولا الرزق هاي يسافر عليها، قسما بالله يسافر عليها لولا الرزق، والله لا نشعر. جولة في سوق الخردة كفيلة بالاطلاع على كل البضائع المطلوبة، بضائع لم يتم الترويج لها كما في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المحلات الأخرى، فلا إضاءات على السلع ولا رفوف خشبية. طريقة تقديم تختلف عما في المحلات، مبعثرة على الأرض أو معلقة في الشارع على حمالة ملابس. زي هذا البواب نبيع مثلا، كنا نبيع بالأول لحكين هسه نص دينار، ما في حدا يشتري، ما في حدا. القطعة بنبيعها بريزة، هاي بلاطين بريزة، تجي قطعة بالمحل نروح 10,000 وعندنا قديش بريزة. تشكل سوق الخردة تجارة رابحة، لا سيما إذا استطاع التاجر إقناع الزبون بأهمية السلعة التي سيشتريها، فربما تنتقل من هذا السوق إلى موقع آخر لتشكل تحفة فنية أو قيمة نفيسة، على مقولة توالف قوم عند قوم فوائدهم.